مرحبا، أنا عابد حرصوني من مدينة أريحة الواقع بمحافظة إدلب. درست الموسيقى هنيك وبعدها فت كلية الآلام بالشام. درست حوالي 1.5 سنة، وبعدها ما قدرت كفي بسبب ظروف الحرب بسوريا. حاليا أنا مقيم بمدينة هامبورغ من حوالي 3 سنين. عم اشتغل كموسيقي وعم اشتغل بمنظمة تساعد اللاجئين. حاليا أنا بالشغل. حاليا المشروع اللي شغالين عليه هو فرقة درياب. فرقة درياب هي فرقة سورية تأسست بمدينة إدلب. أسسها عازف القانون إبراهيم بجو. إبراهيم كان أستاذنا بالمعهد، ولحسن الحظ التقيت فيه مرة تانية ومع عازفين رفقاتي كمان هون بألمانيا، وحاليا عم نشتغل سوا. عم نكمل المشروع اللي طالما حلمنا انه نوصل فيه لهون. حاليا انا بغرفة التمرين بالبيت. بعد شوي راح اخذكم معي على مدينة صغيرة اسمها لوبك. لوبك هي مدينة جنب هامبورغ، فيها معهد عالي للموسيقى، ونحن مشاركين بفيستيفال بمهرجان اسمه برامز. رح نقدم تراث سوري مع الأوركسترا الموجودة هناك. نحن حاليا وصلنا على مدينة لوبك. مثل ما حكيت لكم، ها التقيت بالشباب هون. إبراهيم أحمد، هلا يمكن الهجرة بنظرتي بتختلف عن نظرة الناس الباقيين، بس أنا بشوفها يمكن درس كبير ما أخذنا لا بالجامعات ولا بالمدارس، أو يمكن أخذنا بشكل مبسط، بس هي عن جد فيك تقول أول كسر بياكل الإنسان، بيتعلم كيف الحياة ماشية، كيف الناس تتعامل معك عن جد على أرض الواقع، كيف بتتعلم كيف انه كل نجاح وراه تعب كتير كبير، وممكن هذا التعب ياكل وقت كتير كبير ليظهر هذا النجاح. فانا بالنسبة لي الهجرة كتير علمتني اشياء ما كنت بعرفها بسوريا، وما كنت واعية ولا 1%.